عاصمة نسكل. حبيت نحكي لكم على الكورونا فيروس. مانيش نحكي لكم شنو هي الاعراض نتاع الفيروس هذايا اللي هو يفلق الرويري، قالوا هيلكم يقتل العبيد، قالوا هيلكم. مانيش نحكي لكم على الوقايه، خاطر بالنسبه لي الوقايه الوحيده بالنسبه للمواطن العادي انه يشد دارو، يشد دارو ما يخرجش من دارو، يخرج القاضية فيسا ويرجع، مش يمشي القهوة ويحوس ويدور وتجمعات وغناء وجو وعروسات وما نعرفش شنو ومارشي سنترال وسوق الحوت مع ياكل واحد لاصق الواحد. نحب نقول لكم شنو اللي باش يصير. انا من هنا لعشر ايام تحلوا هيك الفيسبوك متاعكم، ما هو حتى الناس كلها عندها، معناتها تلقى كاشي انا لله اليه راجعون، انا لله اليه راجعون، انا لله اليه راجعون. فما ناس برشا الاف على مدة اشهر باش يموتوا بالكورونا فيروس، مش كلهم راهو باش نعملهم التحليل ونعرفوا اللي هما عندهم كورونا فيروس. ناس باش تموت في ديارها، ناس مش تموت قبل ما توصل للسبيطار، ناس باش توصل للسبيطار وما تلقاش بقعة في الانعاش وتموت. كانك مش خايف على روحك، خاف على امك، على ابوك، على عمك، على خالك، على جارك. شفتوا التفينة متاع الراجل اللي مات بالكورونا فيروس كيفاش ما يحضر حتى حد فيها، وحده يتدفن. كي انت مش خايف على روحك تحب اللي امك وابوك وعمك وخالك يتدفن بالطريقة هذيك، تكون انت سبب في العدوى متاعو. راهو قاعدين نلعبوا بالبلاد وما كنش ماخذين الامر بجدية. ثم جزء من الشعب قاعد يعمل في الوقاية ومش معناتها راهو القارين اكثر، با دي تو. ثم ناس معناتها درجات علمية واكاديمية وهما من الناس المتسببين اللي نشروا المرض. انا بالنسبة لي انا يلزم القوة العامة والجيش هو اللي يتكفل بفرض الحجر الصحي الشامل. راهو ما عندناش الامكانيات، واللي صار في فرنسا وفي ايطاليا مش يصير اكثر منه هونيا في تونس. اما هما قاعدين وكي يحسبوا فيهم الكل وقديش من كوفيد معناتها لاباس وقديش مش لاباس، احنا الناس باش تموت وكهو، ثم ناس باش تبرى وكهو، ثم ناس مش باش تمرض ومش تحمل الفيروس من غير ما نفيقوا بها. والاطار الطبي والشبه الطبي باش يتعدى من برا السبيطارات ومن برا المساحات ومن داخل السبيطارات ومن داخل المساحات، وهما بيدا باش يساهموا في نشر المرض لنقص وسائل الوقاية. وكي يمرضوا باش يشدوا ديارهم وينقص عدد الأعوان برا، عاد لا ماتريال لا أعوان برا، حلوها وقتها المشكلة. أنا بالنسبة لي يلزم المسؤولين يقولوا الحقيقة للشعب التونسي، يقولوا لهم على شنو قادمين، لعل وعسى يفهموا اللي ماهيش لعبة الكورونا فيروس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.